نفذ موظفو المستشفيات الحكومية اعتصاما أمام المدخل الرئيس لوزارة الصحة في بئر حسن، وحضر المعتصمون من مختلف المستشفيات الحكومية المنتشرة في المناطق اللبنانية وأقفلوا مدخل الموقف حيث يركن الموظفون سياراتهم، فيما بقي موقف زوار الوزارة متاحا للمواطنين، كما بقي العمل اعتياديا في مكاتب وزارة الصحة العامة حيث استمر تسيير مراجعات المواطنين ومعاملتهم. ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها بحقهم في الحصول على سلسلة الرتب والرواتب. وبعد الاعتصام اجتمع وزير الصحة غسان حصباني بممثلي الموظفين في المستشفيات الحكومية وعقد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه التقدم بمشروع مرسوم إلى مجلس الوزراء لتلبية مطالب الموظفين. مع الهيئة التأسيسية لمستخدمي المستشفيات الحكومية بكافة ممثلين من المناطق اللبنانية كان الاجتماع إيجابي، واتفقنا على خطوات عملية أن نقوم بها لأنه كلنا في مكان واحد بحل مسألة الرتب والرواتب وتطبيق القانون بالمؤسسات العامة تحديدا بالمستشفيات الحكومية. وتم الاتفاق على رفع مشروع مرسوم بتحديد دوام العمل ب 35 ساعة لمجلس وزراء بحسب قانون 46، وسيكون ذلك بأسرع وقت ممكن على أمل وضعه على طاولة مجلس الوزراء بأقرب فرصة ممكنة. وعقب إعلان حصباني التوصل إلى توافق مع ممثلي الموظفين في المستشفيات، قرر الموظفون تعليق إضرابهم لفتح المجال أمام وعود الوزير. نحن ما فينا إلا نكون حريصين على الدور اللي عم تقوم فيه المستشفيات الحكومية، مثل ما كنا عم نعالج أهلنا وعم نأخذ الحالات الطارئة، نحن رح نعلق الاعتصام اللي نحن كنا مقررينه كاعتصام مفتوح، حنتابع نحن ومعالي وفريق عمله لنحصل حقوقنا. وأكد الموظفون عقب إعلان تعليق الإضراب عودة العمل بشكل طبيعي في جميع المستشفيات الحكومية في لبنان.